في غزو العالم بشخصياتها الكرتونية الشهيرة، والتي تخطى عدد مستخدميها خلال أيام من إطلاقها 65 مليون مشترك. في ألمانيا وبعد أيام من طرحها، امتلأت شوارع برلين باللاعبين الباحثين عن شخصيات بوكيمون الافتراضية في الطرقات والشوارع والحدائق وحتى المعالم التاريخية الشهيرة. لكن الأمر لم يرق للبعض عندما انتشرت صورة على المواقع لإحدى الشخصيات وهي تقف على بوابة متحف في نيويورك يكرم ضحايا الهولوكوست، إلا أن البعض قال إنه يمكن للشركة المطورة التحكم في هذا بحيث إبعاد مجال البحث عن الشخصيات عن تلك الأماكن التي ربما تثير حساسية البعض لتجنب المشاكل. لكن اللعبة لديها جانب مظلم آخر، هو تعرض المستخدمين لبعض الإصابات نتيجة تجولهم بهواتفهم الذكية في الشوارع بحثا عن البوكيمون. لكن هذا الأمر على ما يبدو لن يوقف انظر للهاتف. وتسعى شركة نيانتك المطورة للعبة إلى إطلاقها في نحو 200 دولة ومنطقة في وقت قريب نسبيا، وتعمل على تعزيز سعة الخادم ليتيح توسيع نطاق اللعبة. وجرى تدشين اللعبة في 5 دول فقط بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وارتفعت أسهم شركة نينتندو 77% في غضون أسبوع واحد لتصل إلى أعلى مستوياتها في 6 سنوات بدعم من النجاح الذي حققته اللعبة وما أضاف 15 مليار دولار إلى قيمتها السوقية. رحاب علاء، رويترز.